واضح. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح يا جماعة؟ أوف، أخيرا ظهر واحد. لين عبد الله؟ طلاب النبات الأعزاء، اوكي يا احمد، استنى شوي بس تزيدوا طلاب النبات. اوكي، سو اوكي دقائق وببلش. انا اسف تاخرت لانه عدت محاضره المي واحد مرتين، كان المايك يفصل فلغيت المحاضره الاولى وعدته مره ثانيه. يعطيكم العافية. طبعا أنا ماشي معكم ببطء شوي، أو خلينا نحكي محاضراتكم شوي نوعا ما مرنة وقليلة، لأنه أوريدي إحنا قربنا ننهي المادة، يعني مش قربنا كثير. بحب أذكر إنه كويزكو، خليني أشوف الإعلان نزلته إلكو، هو يوم السبت الساعة 8 أعتقد. سبت الساعة 8 مساء. ما حدش بعث لي يعني أي اعتراض على الموعد، أو عندهم امتحان ثاني بنفس الموعد، فحيكون بالفوتوسينثيسيس، وحيكون من 10 أو من 20 حسب العالمية، حسب ما أقدر أنا. الكويز بشكل عام علاماتكم بالكويزات جيدة، لكنها ليست جيدة جدا، فبدكم تشتغلوا على الشغلة هاي. يعني المرة الماضية وصلنا عند الإيثيلين، هو غاز، هو الغاز هو وصف هرمون اللي الوحيد اللي حتاخذوه في النبات، في الفيزيولوجي كذلك هو الوحيد، رغم انه في المثل ساليسيليت اللي هو مشتق من الساليسيليك اسيد، هو المثل ساليسيليت بيكون فولاتايل يعني متطاير. شكرا يا لينا، يعني حبيت اذكر بس بالموعد. So ethylene is a gas معروف له دور في استواء الكلايمكتيريك فروتس. هسه بحكي لكم شو يعني كلايمكتيريك بعد شوي، لكن رايبنينج معناها استواء، استواء يعني انك تقطفها وتستهلكها، يعني تكون جاهزة للاستهلاك. سوري، الان بالاضافة انه promote leaf and flower aging،
التعمير يعني يحفز التعمير. وجود الإيثيلين بيخلي النبتة تكون هرمة، يصير عندها هرم مع الوقت، سنسنس هرم، أكسجين تساقط أوراق، هاي مسؤول عنها الإيثيلين. والإيثيلين اللي دور كثير بالأمور اللي يعني الناس بيشتغلوا بالزراعة، لأنه طبعا all fruits that ripen respond to ethylene، بنسموه climacteric، يعني هو بصير ارتفاع في الإيثيلين وارتفاع في الريسبيراتوري ريت، معدل التنفس الخلوي، وهاي بيسموها climacteric fruits. وهذول بيستووا حتى بعد قطافهم، مثل الموز، موز بنقطف أخضر بعدين بنحط عليه، يعني بتعرضه لدرجة حرارة مناسبة وإيثيلين وهيك بيستوي. طبعا مش كل الفواكه يعني يخضعوا لهذا النمط، بس فواكه يسموها كلايمكتيريك فروتس. فالكلايمكتيريك فروتس such as apple, bananas, avocados, figs, mangoes, peaches, pears, persimmons اللي هو الكاكا، البلم، الخوخ، انواع الخوخ يعني، التوميروز، كلها عندها شارب بيك ان ايثيلين برودكشن، بيرتفع الايثيلين just before the respiratory burst، يعني قبل ارتفاع معدل التنفس الخلوي. بعض فواكه زي ما حكيت، التوميتو هي تعتبر فاكهة من ناحية علمية، أي شيء ينتج من ماتشور أوفري هو يعتبر فاكهة. النان كلايمكتيريك فروتس اللي ما بصير في عندهم ارتفاع في ما في يعني ما بيستجيبوا للإيثيلين للاستواء، ولا بينتجوا إيثيلين، يعني ما بيكونش عندهم ارتفاع في الإيثيلين. وطب كيف بيستووا هذول يعني؟ ولا يمكن أن إنهم يصيروا استواء بعد القطف، يعني قطف عنب شلناه وهو مش مستوي، ما حيستوي لو تخليه للأبد. ستروبريز نفس الشيء، تشيريز، الكرز، السترس فروتس، نباتات الحمضيات وهيك، لا يمكنها تستوي بعد القطف مثل كلايمكتيريك. ليش؟ لانه هي ما بتستجيب للايثيلين. طب هذول كيف بيستووا؟ هو فعليا النباتات النان كلايمكتيريك الاوكسنز بشكل عام هي بتساوي تثبيط للاستواء، وبتمنع تكون الانثوسيان اللي هي الصبغه اللي بتعطي لون للفاكهه. بالمقابل اللي بيخليها تستوي في حاله النان كلايمكتيريك هو الابسيسيك اسيد. الابسيسيك اسيد بيخلي بيساوي الاستواء عند النون كلايمكتيريك فروت بانه يزيد تركيز السكروس في الفاكهه ويعطيها كالوريشن اللون، وبالتالي بتكون حلوه، ويعني بنسميها مستويه. فبالتالي النون كلايمكتيريك فروت ما بيستجيبوا للايثيلين، هم بيستجيبوا للابسيسيك اسيد في الاستواء، والاوكزم يحاول يثبط نموهم بتثبيط الجينات المسؤوله عن انتاج الانثوسيانين وغيره. الجينات المسؤولة عن إنتاج الإنزيم البوليبيبتايد بتدخل في تركيب الإنزيمز الباثويز للأنثوسيانينز المسؤولين عن ألوان الفاكهة، عشان أكون أكثر دقة يعني. الآن فالكلايمكتيريك فروتس اللي كان بي إنديوسد باي تو رايبن، الاستواء الفعل من رايبن اللي هو يعني يستوي، باي أبليكيشن أوف إيثيلين، بإضافة الإيثيلين. أبليكيشن يعني تطبيق، لكن هو معناها إضافة. طبعا بيستخدموها كثير بالفروت ستورز وغيرهم مشان تستوي قبل موعد معين من يعني الموسم لفاكهة معينة. اوكي، هي عدد قليل جدا، 4 وهيك، فيعني هذا بيحفزني احط علامات على المشاركة صراحة. طيب other hormones كمان، برستينوستيرويد، ساليسيليك اسيد، سيستمين، جازمونيك اسيد، بعض الشوجرز اللي هي بعض ستريغولاكتن and more to be discovered، يعني في كثير اشياء، لكن طبعا فيزيولوجي مشان ما نستبطش الاحداث، في كثير من ال راح تاخذوا عنهم هذول بالتفاصيل. برستينوستيرويد عنها شابتر او شابترين، ساليسيليك اسيد شابتر، ممكن الجازمونيك اسيد اذا كان في وقت. لكن مثلا نطلع هون مثلا بعض الريسبونسز، مثل الجازمونيك اسيد بالنسبه للكاتربيلرز، مثلا الكاتربيلر هون بتوكل بقاعده بالورقه بسوي ووندنج، هذا الجرح يحفز انتاج فولاتايل اتراكتنتس اللي بتجذب الواسب هاي الريكروتمنت، يعني بتجلبها، هاي بتكون يعني تقضي على الكاتربيلر. بلاحظ انه في تراي يعني تروفيك ريسبونس، ثلاثه هاي النبته والكاتربيلر والمفترس للكاتربيلر، الكاتربيلر اللي هي اللاربا هاي الموجودة اليرقة. فيعني هاي جزء من يعني خلينا نحكي فكرة عامة عن الهرمونز المطلوب منك كالتالي. طبعا يعني هاي بعض المعلومات على الصورة، لازم تكونوا اوير لهم انه مثلا الابيكال ميرستم الاوكسين بينزل للاسفل منها، بتراكم فيها الاوكسين، سايتوكينز، جبرالينز. الاوكسين مسؤول عن السيل ديفيجن، مسؤول عن الإلونجيشن، مسؤول عن بالإضافة للجبرلين، مسؤول عن دورمانسي هو الأبسيك أسيد.
الفلاور انيشيشن انون ات ذات تايم يعني، بس انه له علاقه في الجبرلين 100% والديفرنشيشن اوكسون وجبرلين. الفروت مسؤول عنها الاستواء، الساتوكينز والاوكسينز والرايبنينج مسؤول عنها الاثيلين. الليف طبعا الجروث هو الجبرلين، السنسنس الاثيلين اللي هو الهرم تساقطها يعني، هرم الابسجين السنسنس اللي هي هرم ابسجين تساقط، وتثبيط السنسنس عكس عمل الاثيلين اللي هو السيتوكينين. لاحظ انه الاثيلين بيعمل سينسنس، السيتوكينين بيثبط عمل السينس بيثبط السينسنس. فنبتة لو بدنا اياها تعمر اكثر وتضل لونها اخضر اكثر حطها بسيتوكينين، بتطول بسيطه الاكسبيرمنت هاي. اللاترال بد طبعا بيثبط نمو البراعم الجانبيه له الاوكسين، بحفز نموها السيتوكينين. السم الونجيشن مسؤول عن الاوكسين والجبرلين. الروتس انيشيشن مسؤول عنها الاوكسين، الجبرلين يثبط نمو الروتس والنمو اللي هو لاحظ هنا بقول لك اوكسين انهبتس، انهبتس ذا يعني خلينا نحكي النمو الطولي او اللونجيتودينال جروث اوف روت، النمو الطولي الاوكسين بيثبطها، هو بيحفز النمو الانيشيشن والنمو الجانبي. يعني هاي بشكل عام وين كل واحد ينتج وين بروح. لاحظ الاوكسين وين بالابيكال ميرستم، الجبرلين في الساق في المناطق هاي، الابسيك اسيد في المناطق هاي، يعني زي هيك في النبته. مش مشكلة عندي هون الـ production and transport، بهمني أنا كل واحد هرمون أكشن في هذول المناطق، فحفظ هاي الفيجر. لو جينا الجدول هي ملخصة لكل الهرمونز ووظائفهم. فالأوكسين هو dominant form اللي هو الإندول أسيتيك أسيد، transported from cell to cell and transported unidirectional polar directional يعني باتجاه واحد، بس باتجاه واحد بيكون، لأنه في نواقل يعبر من خلالها الأوكسين غير موجودة إلا بقاع الخلية، وبالتالي لا يمكن ينتقل بكل جهات الخلية، فقط في اتجاه واحد. طبعا الافكت بيأثر على ابيكال دوميننس، تروبيكال ريسبونس، الفاسكولار سيل تيشو ديفرنشيشن، تمايز زالم الفلوم، وحكينا عن وظائفه قبل يعني المحاضرة الماضية وتفاصيل اكثر. بروموشن اوف كامبيال اكتيفيتي. سايتوكينينز طبعا ترانسبورتد فيا زايلم فروم روت تو شوت، تنتج في الروت، هي روت ابيكال ميرستم، روت ميرستم سوري، تحفز السيل ديفيجن، لذلك سايتوكينيسيس اخذت اسمها من سايتوكينين. promotion of shoot formation in tissues، تحفيز الشوت في الأنسجة. الأبسيسيك أسيد exported from leaves in the phloem، لها effects مثل stomatal closure، induction of photosynthetic transport. photosynthetic هي ما ينتج عن تمثيل ضوئي، طبعا هو مقصود فيها السكروس، يعني هو مقصود فيها السكروس، وبالتالي هون دورها بيجي النباتات النون كلايمكتيريك، النباتات التي لا تستجيب للإيثيلين. الابسيك اسيد هو اللي بيزيد مستوى السكروس فيها وبيحفز الكالوريشن فيها. فالفوتوسينثيت هو ما نتج عن الفوتوسينثيسز وبالتالي سكروس يعني. طبعا المنتج الفوتوسينثيسز هو سكر ثلاثي، لكنه المين اكسبورت بالنبتة بتجمع كله بالسوا على شكل سكر ثنائي اللي هو السكروس اللي بينتقل من خلية لخلية. جبرلين طبعا ترانسبورتد ان ذا زايلم اند فلويم، بيعمل هايبر الونجيشن في الشوت. طبعا انا اتعمد ان اجيب لكم مرجع شوي اقدم شوي بالنبات من الفيزيولوجي، لا مشان تشوفوا الاختلاف بينهم، لان الفيزيولوجي حتشوف اشياء كثير متقدمه عن اللي بتقراه هون، لكن يعني اتعمد هذه الشغله مشان يعني يكون عندك اطلاع كيف يعني هون بهمني تعرف القشور العام، هناك الجبرلين تاخذ عنه الميكانيزم بتفاصيل دقيقه وحديثه. فمهم الشغله هاي، ولا كان بجيب لكل شابتر هذاك وخلص وانتهينا، لكن انا بهمني انك تكون تتدرج في المعلومه من فكره عامه زي هيك لتفاصيل واشياء حديثه واكتشافات حديثه، بالاضافه لابحاث علميه منشوره متعلقه في كل شيء بالنسبه للفيزيولوجي والنبات. لما اقول كل شيء لا يعني بالضروره everything، وانما يعني a lot of things. يعني الاثيلين طبعا هو غاز، الادجكتيف بتاعته غاسيوس، تقدر تقول غاسيوس لكن غاسيوس افصح الإش يعني إذا حطيتها على شكل adjective، أما هون gas عادي بتلفظ. طبعاً fruit ripening، program cell death، الأبوتوسس اللي هو الموت المبرمج، الخلايا المبرمج بسموه أبوتوسس، بسموه كمان apoptosis كمان. بالإضافة للسينسنس حكينا عنها قبل شوي، الهرم. وين راحت السيتوكينين كمان هون، تأخير السينسنس. ففي وظائف مش موجودة هون، موجودة بالسلايد اللي قبله، هاي مطالبين فيها انتو. اوكي، فاللي مش بالضروره فقط الجدول هذا يحتوي، وانما حكينا عن اشياء كثير.
other environmental controls of individual plant growth اللي هي breaking dormancy. breaking dormancy يعني تخلص النبتة من السبات تنمو. vernalization راح حكي عنها بعد شوي، والphotoperiodism راح حكي عنها بعد شوي. لو جينا لهون، طبعا breaking dormancy انك تخلص النبتة من الدورمانسي، من السبات او من السكون. الاوبتيموم تمبريتشر لان النبتة تخلص من السكون هي تكون طبعا تقريبا 5 درجات، لأن بعض خاصة الكولد كويرينج سيدز نباتات تحتاج لبرودة، تحتاج لبرودة. فالمويست سيدز ار تريتد فور 6 مانثس ات تمبريتشر نوتد ستراتيفيكيشن، يعني تدرج. لاحظ هنا ستور تي سيد حطوها بصفر 5 10 15 20 then return to greenhouse temperature for germination. هاي التدرج في اللي بيسموها ستراتيفيكيشن هاي بتحفز البريكنج للدورمانسي، breaking the dormancy. لكن طبعا الاوبتيمم breaking dormancy للcold required seas هو about 5 degrees، تقريبا على درجة واحدة من درجة حرارة الثلاجة من تحت. هاي يعني الكو يعني تستزيد الموضوع. طبعا في دكتور ميشيغان ستيت يونيفرسيتي مشهور جدا كان، يعني اسمه بيل، ف 120 year old seeds can germinate, can still germinate. جربهم جربوهم two professors موجودين ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، الجامعة اللي كملت فيها، اسمه فرانك تيلويسكي وجان زيفارت. فالأسئلة اللي ممكن تطرحها: how long can seed remain dormant in the soil and yet germinate when exposed to favorable conditions؟ طبعا this is the question professor William Beale، واسم الحديقة في الجامعة في القسم اللي كنت فيه باسمه هذا. هذا السؤال اللي سأله هذا العالم عام 1879، ودفن 20 باتل قنينة يعني تحتوي على بذور 21 نوع من النبات. في صيف سوري في ربيع عام 2000 they unearthed them. unearthed them اللي هي يعني طلعوهم من الأرض. earth يدفن معناها، غير earth معناها أرض، كمان معناها يدفن. ف unearth يعني خرجوهم من الأرض، طلعوا 15 أو القنينة رقم 15، وجر قنينة رقم 15 من ال 20، مش 15 طلعوا، يعني القنينة رقم 15 وجربوا. after 120 years from that time يعني من 1880 تقريبا ل 2000، 23 بذرة of moth mullein نوع من أنواع النبات، بهمنيش احفظوهم طبعا يعني. وفي ما يعني بعضهم بنتموا للجينس مالفا، وبعضهم بنتموا للجينس فيربيسيكوم. جربوا لقوهم انهم بيقدروا ينموا بعد 120 سنة من الدفن. فبالتالي جواب انه there is no specific time، يعني as long as they are stored in well يعني contained condition، تتجنبوا المويستشر، ابتعدوا عن الماء وعن الكونتامينانس الملوثات، بتقدر تنميهم بعد 120 واكثر. فهاي يعملها البروفيسور بذلك الوقت، هو سأل السؤال هذا ودفن النباتات وبعد 120 سنة كشفوا عنهم. يعني they think يعني فكروا كثير بالمستقبل، which we should do، يعني لازم نسوي نفس الطريقة. طبعا ما حسألك السؤال أنا، لكن يعني ما حقول لك كم هاي، لكن ممكن أسألك أقول لك كم سنة ويليام بيل دفن، أو كم سنة دفنت البذور اللي استخدموها في ميشيغان ستيت يونيفرسيتي من بروفيسور اسمه ويليام بيل. فبدي حدا عشان أشوف اللي بتابعوا المحاضرات يعرفوا انه يعرفوا تفاصيل الاكسبيرمنت نوعا ما، بس ما حسأل اسم النباتات فيربسيكم مثلا، بلاتيلاريا مثلا او شيء زي هيك، لا ما حسأل هيك انا يعني، لكن انا بهمني تكون عارف الفكره العامه. بس اذا ثينك شوف قديش بفكر بمستقبل، مش انه يعني بفكر بوقت اللي هو فيه، بفكر مستقبل. طبعا هذا هو ويليام بيل، هو يعني مولود بادريان ميشيغان، educated هارفارد، تخرج من هارفارد، يعني أفكاره كمان خلت شوي برضو inspired by داروين. طبعا
طبعا ميشيغان ستيت يونيفرسيتي ات ذات تايم كانت هي يعني بسموها ميشيغان كولج اوف اجريكلتشر، هي كليه زراعه كانت بالبدايه، وكان فبالتالي كثير بيهتموا بالزراعه، وهذا من الرواد في هذا العالم في ذلك الوقت يعني. So he founded present botanical garden موجود الآن Michigan State University. ف 1887 تخيل نشر بحث عن الهايبريد كورن، الذرة المهجنة. This work was inspired by Darwin with whom he corresponded، فكان في تواصل بينه وبين داروين. هاي النباتات يعني هاي إذا حابين تشوفهم، بس مش يعني مش ضروري تعرف تميزوهم وهيك. هذا اسمه ماث مولين. طيب الفيرناليزيشن انه تعرض النبتة لحرارة، درجة حرارة منخفضة to cause plant to bloom، انها تزهر او تطلع فاكهة يعني بير فروت، بير يعني تحمل، وهكذا تلفظ بير معناها دب، وبير معناها يحمل، تحمل فاكهة يعني by subjecting plant or plant propagule اللي هي seeds او البلب للو temperature. هاي بسموها فيرناليزيشن بالبريطاني وبالامريكي فيرناليزيشن. اوكي الان فهاي عندي قمح معروف الويت انه بده تشيل، يعني بده تشيل يعني تشيلي كونديشن، لازم يتعرض ل يعني لسعة برد خلينا نحكي لفترة معينة مشان ينمو بشكل مثالي. طلع هون مثلا، هون الصورة مش واضحة كثير، لكن زي ما انتم شايفين ال cold requirement for flowering of winter wheat can be stratified أو satisfied in the seedling stage. طلع هون chill slightly germinated seed at 5 degrees، يعني عرضوها chill معناها انك لسعة برد يعني برودة خفيفة. في chill برضو معناها انه يسترخي، هذيك I'm chilling يعني انا قاعد بسترخي، هذا شيء ثاني طبعا. وفي chilly لما تكون كثير شيء حار وهيك، لكن هون المقصود فيها انه تعرضت لفترة من البرد. لاحظ ان نفس البذور هاي تعرضت لزيرو دايز، يعني ما فيش، ما تعرضتش لدرجة حرارة منخفضة، ما شوفوا قديش نموها كيف. بينما هون هذا الوينتر ويت هون تعرض 80 يوم من يعني تشيلي كونديشن او تشيلينج كونديشن، وهاي ادت لنموه بشكل مثالي. وذلك القمح لازم يتعرض لدرجة حرارة منخفضة نوعا ما مشان فترة معينة مشان ينمو بشكل مثالي. هاي العملية يسموها فيرناليزيشن، ومهم تكونوا عارفينها. الفوتو بيريودزم اسمها فوتو بيريودزم، لان بيريود معناها وقت، فوتو ضوء، يعني هي قديش حاجة النبتة من ضوء النهار. لما تقول بالإنجليزي day يعني نهار، night ليل، باللغة العربية اليوم هو النهار، الليلة هي يعني you know it's night، وبالتالي تقول مثلا 4 أيام وليلة مثلا إلى آخره. فلما تقول في اليوم كذا المقصود فيه المقصود فيه النهار، لكن وإن كان معناها المعاني اللغوية اليوم اللي هو كامل 24 ساعة. لكن مثلا بالعربي بتقول مثلا عن امبارح، عن ليلة البارحة بتقول امس، عن سوري عن النهار البارحة امس، الليلة بسموها البارحة. فيعني البارحة اللي بنحكي عن مثلا ليلة امبارح البارحة، نهار امبارح بسموه امس. فالنهار مقصود فيه اليوم، يعني في كثير من اللي يستخدموا اليوم مقصود فيها النهار، لكن طبعا معانيها النهار اليوم انه 24 ساعة. بالانجليزي لا، الدي المقصود فيها انه طبعا هنا بالحالات هاي مقصود فيها النهار، والنايت وان كان مثلا سنه 365 يوم مقصود فيها 365 ظهور للنهار يعني دايز، وبالتالي ظهور لليل تلقائيا. فالمقصود هون داي يعني المقصود مش 24 اورز، هو المقصود فيها النهار، ونايت ليل. الان بعض النباتات تحب يكون النهار طويل، يعني ضوء الشمس طويل، لذلك لونج داي بلانت، الهمبين مثلا بلانت. بعض النباتات تحب تكون داي نيوترال، يعني قد زي بعضه الليل والنهار تقريبا قد بعض، مثل الصن فلاور اللي هو العباد الشمسي، الهيليانثس بسموه الجينس. البعض النباتات تحب فترة النهار تكون قصيرة، بوينسيشيا مثلا وغيرها. ف طبعا هاي يوفوريا بوينسيشيا اللي هي الاسم العام لها. توباكو مثلا شورت داي بلانت، شورت داي بلانت بتحب فقط التوباكو والتبغ. لاحظ انه flower only when grown under short days، تزهر فقط لما تكون اليوم قصير، بينما بتقعد فترة أطول إذا وضعت في فترات طويلة، نهار طويلة بتقعد يعني ينمو الأوراق عندها أكبر، النمو الخضري أكثر من النمو الزهري.
وهي بتلاحظ بالبيوت حتى النباتات الزريعة، مش دائما بكون الناس قادرين على ضبطهم لأنه مش عارفين شو طبيعتهم، شو بيحبوا، انه يكون شورت داي ولا لا، يضلوا تحت اللمبه ولا لا، لانه بالنهايه انت لما تزرع النبته بجروث تشامبر وتحت اللايت سورس كانك زارعها بالشمس يعني، وبالتالي بده برضه ضبط للمساله هاي. يعني انت تجرب نبته نميها 24 اورز تحت الضوء تنمو عادي، بس ما بكونش وضعها نموها زي لما تكون نبته معرضه لضوء النهار يعني وسواد الليل يعني. فمثلا زي هيك الاصفر هذا يعبر عن طول النهار، والرمادي هذا الجراي يعبر عن طول الليل. فلاحظ مثلا الشورت دي بلانتس هذول عندهم 8 ساعات نهار 16 ساعة ليل، اللونج دي بلانتس 16 ساعة ليل نهار 8 ساعات ليل. بعض النباتات بدها يعني تكون يعني نهار ليل 8 ساعات نهار 8 ساعات ليل، بعدين تتخللها ساعة مثلا ضوء بعدين 8 ساعات ليل. فيعني كل نبتة تختلف. من الأمثلة قلنا على اللونج دي بلانتس الهمبين، شورت دي بلانتس الكاكلبر، مطالبين باسماء النباتات هذول كلهم. الفايتوكروم، الفايتوكروم طبعا هذا عنها شابترين او اكثر في الفيزيولوجي بتاخذوا. فايتوكروم الاختصارها فايتوكروم بي، يعني تختصر بالبي. في منها شكلين، في منها شكل اسمه فايتوكروم فار ريد وفايتوكروم ريد. طبعا بالفيزيولوجي حتاخذ تفاصيل عنهم، لكن بدك تعرف انه الفايتوكروم فار ريد البي ار هاي هي الاكتف، وهي بتتحفز في الضوء، يعني الضوء بحفز بحول الفورم هذا ان اكتف للاكتف فورم، وهذا لما يكون اكتف بيدخل النواه وبحفز الجينات المهمه لاستجابه النبته للضوء الاحمر بالذات، لانه فايتوكروم ريد هو الاحمر، فارد ما بعد الاحمر، فارد هو ما بين الاحمر والانفراريد والفوق وتحت الحمراء. فالمنطقه هاي تقريبا 720 فوق 720 نانومتر لحد 800، هاي بسموها فارد، قبلها بشوي اللي هي الريد. جزء أول مرة بسمع عنها، طبعا طلاب الفيزيولوجي كانوا أول مرة بسمع عنها، وكذلك النبات، لأنه كثير بالنباتات بالعلم النبات موجودة، يعني مش بيهتموش فيها بالعلوم الأخرى في البيولوجي يعني. لكن بالعتم برد يرجع مرة ثانية إن أكتف بصير بالضوء، برد يرجع أكتف. فلاحظ إنه هذا المستقبل الضوء الأحمر هذا الفايتوكروم هو عبارة عن بروتين مع كروموفور، بروتين مع مستقبل للضوء، لا يكون أكتف إلا في ضوء النهار. لان فهذا مثلا الفايتوكروم فارد يثبط الفلاورينج، بينما في هذه النباتات لانها شورت دي بلانتس لذلك بسموها هاي، لذلك هي بتحب طول الليل، لان الفايتوكروم هو يثبط الفلاورينج. اللونج دي بلانت ليش لونج دي بلانت؟ لانه الفايتوكروم فارد يحفز الفلاورينج لانه ضوء كثير. فبكل بساطه بما انه الفايتوكروم هو يثبط الفلاورينج لذلك بتلجأ لونجر نايت، اوكي شورتر دايز، وكذلك العكس هون. اوكي هاي السمري للشابتر، يعني هيك اخذتوا عن الهرمونز بشكل عام، اخذتوا فكرة وظائفهم، العمليات الاخرى وغيرهم. حدا عنده اي استفسار او اي سؤال؟ طبعا احنا نظل عنا يعني حسب مقارنة مع المواد مع البلانت بيولوجي بالفصول السابقة ظل عنا شابتر واحد، لكن طبعا راح ازيدكم شوية حسب الوقت المتبقي، لكن انا طبعا ماشي ببطء معكم وببطء، يعني بامكاني اخلص الماده اليوم اللي كانوا ياخذوها اللي قبلكم، بس انا ما بكتفي بالحكي هذا لانه انا اوريدي عندي يعني الماده لا تنتهي، بقدر اضل اعطيك بتكون 20 سنه موجود في تباتر ال 20 سنه. الرقم اللكتشر يا ثائر، سؤال يعني بضايق، لكن لانه اوريدي انا حكي لكم التمثيل الضوئي، فمش ما بديش والله رقم الهاي، بس بدك تعرف انه تشابتر التمثيل الضوئي اللي هو الفوتوسينثيسيس. الفوتوسينثيسيس فما بعرف رقم المحاضرة قديش صراحة، بدك ترجعوا على انا اوريدي موزعهم بالمودل، لما سوري بالجوجل كلاس روم، لما تروح على جوجل كلاس روم حتلاقي فوتوسينثيسيس محطوطة المحاضرة، قد تكون جزء من محاضرة من شابتر سابق بس انا حاولت افصلهم عن بعض، لكن فوتوسينثيسيس محاضرتين اعطيتها اعتقد او اكثر شوي. الله يعطيكم العافيه جميعا. حدا عنده اي استفسار واي سؤال؟ لا يوجد ميك اب للكوز، اللي راح عليه الكوز خلص بروح عليه، يعني ما في مجال يعوضه نهائيا مهما كان عذرك، للاسف يعني وصلنا لمرحله نهايه الفصل ما في مجال للتعويضات يعني. حسب عطائكم وادائكم ممكن اقرر الفاينل بالمشاوره معكم 25 ل 50 سؤال حسب التعليمات اللي حتصلنا من الجامعة. ف
لكن علاماتكم مش ولا بد، يعني انا متوقع تكونوا اعلى من هيك يعني. فبدي تشدوا حالكم، وان شاء الله الكويز الجاي حيكون سهل مباشر مشان تعوضوا علاماتكم السيئة في الكويزات الماضية. حدا عنده اي استفسار؟ اي استفسار؟ اوكي، الله يعطيكم العافية جميعا، و نراكم بعد الكويز لما حلو ان شاء الله.